السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن غذاء الطيور. غذاء الطيور بشكل عام، اكو اقراص كالسيوم يبيعون بيها بالسوق موجودة. اذا تحب مثلا تشتريها، الطيور كل الطيور بانواعها تاكلها تتغذى منها. كالسيوم عظام قوة تطير الطير، مناعة كلش كافية. هسه أنا حاط لهم بشكل عام، فاقي طيور الحوب، الكناري، الحسون، طار الحسون، الطيور جميعا ياكلها. هو ظرف موجود، هسه أنا راح أراويكم الظرف الموجود يبيعونه بالأسواق. هذا كالسيوم مو طبيعي دي. يعني ما شاء الله فعال بشكل مو طبيعي. هذا الظرف، ظرف هذا كلش فعال ودون بالسوق. الطير بما انه انت داخل محمية لازم توفر له البيئة الكاملة للمأكل، دفو، خاصة بالشتاء. بس انا مخلينا هاي الصورة لان الجو بارد، تعرف مغلف. من بعد الحلقة السابقة ذكرنا تغليف المحمية. المحمية يعني اذا ما كان بيها اشجار لازم تغلفها. كنا طيور الحب ما كناري، والحمد لله رب العالمين.